أهلا فيكم. بعد انتشار مقطع لشاب سعودي يشكو إحدى القطاعات بعدم قبوله في إحدى الوظائف المعلن عنها بسبب لحيته، وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات القضية ليتم اتخاذ الإجراء المناسب لهذه المخالفة ومعاقبة المتسبب في ذلك. الأمر كذلك مثله قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. خلونا نشوف المقطع قبل كل شيء وبعد ذلك بيكون معنا صاحب القصة. في قصة طبعا ضحكني جوا بين اني بقدم. طبعا قبلت ورحت المقابلة وكل حاجة، بس في شيء رفضني انا والله العظيم، ما ادري احزن ولا اضحك. الزبدة لما دخلت عنده تدرون ايش اللي سبب انه خلاني يخضني؟ يعني يقول يبغينا تشيل اللحية. الله الله، اصبح للحية انها ترجعك عن الوظائف، انها الله المستعان. فقلت له شوف والله ما احلقها، والرزق على الله، والله يكتب اللي فيه الخير، فنصيحتي لحيتك لا تحلقها. مصري يبغاني احلقها، الله المستعان، بس يلا الله يكتب اللي فيه. للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا هاتفيا الشاب احمد الكعبي. احمد مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا والنعيم. حياك الله. حلقت لحيتك ولا لسه؟ اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لا لا، لحيتي مستحيل احلقها. طيب احمد خليني بس ارحب فيك، ويمكن شفت التفاعل اللي مع المقطع اللي انت نشرته. انت رويت القصة وحكيتها وانت طالع معك اوراقك، بس قصر بس كرما صوت التلفزيون، اسمعني من الهاتف. انت رويت قصتك وحكيتها بلسانك، يعني اللي قابلك، بس بتأكد في اكثر من جزئية في الموضوع ودي اتأكد منها. اللي كان مسؤول عن التوظيف هو اجنبي صحيح؟ والله هذا الشيء عاد انا ما ادري، يعني انا اللي ادري اني قابلت الادمي هذا وقال لي نفس الكلام. ما يعني من هو مسؤول مين مو مسؤول؟ والله انا ما ادري. انا زي هو قابلك لاجل مقابله شخصيه عشان الوظيفه صحيح؟ نعم. انا اول شيء جيت ابي اوراق، بعدين قالوا خش على المقابله. خشيت على المقابله، طبعا نفس الكلام اللي تكلمت عنه في الفيديو. عشان اللحيه ماني متوقع انه انتشر، وما توقعت يعني. طيب كيف هو قالك ما قبلناك عشانك ما قبلت بانك تحلق لحيتك؟ قال لي روح احلق اللي تبغى، يعني روح احلق اللحيه وتعال كمل. قلت له انا والله انا النبي عليه الصلاه والسلام ومتمسك فيها، والله اللي والله يكتب اللي فيه الخير، والسلام عليكم. وطلعت. طلعت انت قمت من نفسك وتركت المقابله؟ لا لا، هو قال لي طبعا لما مسك الورقه وقال خلاص معلش ترى الرازق الله، وطلعت يعني خلاص، يعني يضف وجهه روح يعني خلاص. طيب احمد، باقي شروط الوظيفه تنطبق عليك؟ يعني اللي هم طالبينه الشروط اللي الشروط اللي طلبوها للوظيفه تنطبق عليك كلها؟ ما قال لي اي شروط ولا شرط اي. اول ما جلست قال لي انت مطوع، قلت له كلنا نطيع الله والرسول. بعدين قال لي عندك مشكلة في، أنا حسبت إنه يقول يعني إيش بها كذا، ويعني حسبت إنه يقول يعني شفقان ليش مي كاملة. قلت يعني والله هذه خلقة ربي. بعدين قال لي يعني أعطاني الموضوع إنه خففها، حلقها وخففها وتعال، يعني شوف لك حل وتعال. قلت له والله هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مستحيل أشيلها، وإني هذا خلقنا الله كذا، الرزق على الله. وقال لي خلاص، يعني لما كان طبعا لما انا كان اتكلم هو كانه يسجل في ورقه، بس ما سجل طبعا. بعدين لما كمل الكلام واخذ الورقه ايه، زي اللي يقول لي خلاص ماشي، روح حلقها وتعال. قال لك روح الرزق الله وطلع. قال لك روح حلقها وتعال. نعم. طيب تواصل معك احد بعد ما نشرت المقطع من المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني أو حتى من هيئة السياحة؟ تواصلت معي هيئة السياحة. أيوة تمام. وإلى الآن الموضوع ما يعني ما تحل أو أي شيء،
تمام. اما الباقي لا، طبعا تواصلوا معي ناس الله يجزاهم خير اللي وقف معايا، يعني اكثر من شخص دق علي طبعا من برا جيزان، عرض علي وعرضوا علي تمام. بس يعني اكثرها ما تعيشك، ما تعيشك انت يعني في ساكن عند اهلك، ما راح تعيشك برا يعني. طيب في شفنا احنا مبادرات في مواقع التواصل الاجتماعي لاجل توظيفك، وانت حكيت اليوم حتى كان معك لقاء ظاهر في صحيفه عين اليوم، وقلت يعني انه سمعت عن عروض كثيره لكنه لم يصلك شيء من هذه العروض. نعم صحيح. طبعا في اللي طبعا اللي ظهرت يعني العروض هذه اللي ظهرت في السوشيال ميديا يعني اغلبها ما وصلت لي. تمام. لكن في ناس دقوا علي جوال ما من وين رقمي ما ادري، ما هي نفس اللي عرضت علي في ال يعني احد مشاهير السوشيال ميديا قال انه يعني بيمنحك وظيفه ولمده وعقد لمده 10 اعوام وبافضل مما يعني قدم لك، صحيح؟ تواصل معك؟ نعم بس ما هي وظيفه، قال هذه مؤقت حتى احصل وظيفه. تمام. يعني ما هي مساله، هذه ما هي وظيفه دائمه. تمام. يعني مؤقتة. تواصل معك؟ نعم تواصل معي. بس ما هي مؤقتة يعني خلاص هذه وظيفتك انا ضمنتها لك. وش يعني عبارة عن مساعدة مالية يعني؟ نعم لمدة كم سنة تمام؟ حتى احصل لي وظيفة وخلاص. طيب لكن بس في نقطة، احنا تواصلنا مع المتحدث الرسمي حق المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وما طلع معنا طبعا، قال الموضوع فيها هيئة السياحة، وهذه مشكلة بعض المتحدثين الرسميين لما تكون القضية هو طرف فيها وتلقاهم يعني في طرف آخر موجود في القضية. أنا عارف أحيانا تشابك بعض الأدوار لكن هذا لا يعني الهروب، لا يعني أنه يهرب المتحدث الرسمي ولا يتحدث. لكن خلينا أقول لك أنه على أنه مكونوا لجنة، محافظ الهيئة المؤسسة العامة كونوا لجنة والمفترض أنهم يشوفون الموضوع إذا ثبت فعليا. طب أنا بكل صراحة تمام، أنا اللي قابلتهم أنا طبعا واللي سووا معي تحقيق صراحة ما حد واقف مع يعني ما حد مو ما أنا ما خلي يوقف معي، ما حد واقف مع الحق ومخليني الأمر عادي، واللي يبغى يرميني في اي وظيفه وفي فندق في مدري ايش. انت ايش تخصصك؟ يعني ايش تخصصك يا احمد؟ طبعا انا ثانوي. معك ثانوي؟ السنوات ما قبلت نسبتي 95 ما قبلت. طبعا ما كملت في الجامعه؟ ما انقبلت. ما انقبلت في الجامعه ولا الكليه؟ ما انقبلت في الكليه التقنيه، رسلوا لي لما جيتهم طبعا قالوا انهم طالبين بس 100 شخص. وهم رسلوا بالغلط على 1000. طبعا الجامعة قدمت فيها ورسلوا لي قبول يعني أكد قبولك، أكد القبول ما حد رد لي الآن. يعني الوضع زي ما انت عارف. طيب شكرا لك يا أحمد وأتمنى لك إن شاء الله أنك تجد مخرجا إن شاء الله، وبإذن الله يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ للإنسان حقه، وإن كان فعلا ثبت أن هذا الـ يعني مسؤول التوظيف اشترط عليك حلق اللحية حتى التوظف، هذه بالتأكيد تدخل في قضية شخصية لا علاقة لها بالعمل. اللي بقول بس نقطة مهمة، كويس أن يكون عندنا تفاعل مع مثل القضايا، لكن ترى مثل أحمد آلاف بس ما وصلوا صوتهم، سنواتهم في بيوتهم يبحثون عن وظائف، يبحثون عن فرص أغلقت أبواب في أو يعني في وجيههم، لم يقبلوا في كثير من وظائف القطاع الخاص أو غيره، وهذه مشكلة يعني أخرى يجب أن ننتبه لها. الأمر الثاني أن يكون مسؤول التوظيف اللي قابل شبابنا واحد من غير سعودي وهو قاعد يعني يجلس بهالطريقة الاستفزازية يتدخل في أمر شخصي لا علاقة له بالوظيفة، هذا يجب الحقيقة أن يعاد النظر فيه وتسأل الجهة سواء هيئة السياحة ولا سواء كانت المؤسسة العامة. تفاعلوا كثير من القضايا بس تطلع في مواقع التواصل الاجتماعي، خذ التفاعل يعني بشكل قوي، لكن وين النتاج والثمار ننتظرها، فنتمنى أن يكون في نتاج وثمار والالتفات لمعاناة شبابنا الحقيقة الكبيرة جدا عندما يصطدمون بالباب المغلق للتوظيف. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم.